الأهلي منظومة نجاح منذ اللحظات الأولى التي تسلم فيها كابتن محمود الخطيب ورفاقه في مجلس الإدارة دفة قيادة الأمور بالنادي بعد أن منحتهم الجمعية العمومية كامل الثقة في الانتخابات الأخيرة. كان شعار المجلس ولا يزال طموحات الأهلي على قدر عائلة الأهلي بما تضمه من أعضاء وجماهير وعشاق في كل مكان. ومنذ اليوم الأول لتسلم المهمة الإدارية لنادي القرن كان فريق العمل كخلية نحل، كل يعي دوره بنظام دقيق، وما بين ملفات إنشائية وأخرى تطويرية ودراسات مستقبلية توازيا مع الملفات الرياضية وخصوصا الكروية، دارت رحى العمل الدؤوب دون ما توقف، فانبثقت اللجان وتوزعت الأدوار تحت مظلة الأهلي فوق الجميع. أنكر الكل ذاته وأعلى شأن الأهلي وفقط، لجان في خدمة الأعضاء اجتماعيا وثقافيا ودينيا ورياضية، وأخرى واصلت حركة التطوير الشاملة في مقار النادي الثلاثة، وثالثة تنهي مشروع استاد الأهلي وي السلام كأحد أحلام الجماهير العريضة الذي لن يكتمل إلا ببدء العمل الفعلي في استاد الأهلي الكبير بالشيخ زايد ليبزغ فجر الحلم الأكبر، وهو ما تتواصل الدراسات بشأنه بكل قوة. هذا تواكبا مع وثبة جديدة وتاريخية وغير مسبوقة لقناة الأهلي في ثوبها الجديد بشكل ومحتوى إعلامي يرتقي بالرسالة الإعلامية الرياضية إلى الصورة التي يجب أن تكون، بعيدا كل البعد عن الابتزال وركاكة المضمون وأحادية الفكر وفردية الظهور وتطرف المفردات وتدني المحتوى وتصدير مشاهد الثرثرة. لجان أخرى واصلت الليل بالنهار للانتهاء من مشروع شركات الأهلي المساهمة على نطاقاتها الثلاث: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة استاد الأهلي، وشركة الأهلي للسياحة والخدمات. كل هذا بقافلة تسير بكل نجاح جنبا إلى جنب مع القافلة الرياضية التي تشق دروب الإنجازات بكل فخر وزهو على مستوى اللعبات الفردية والجماعية، ما يحفظ مكان ومكانة الأهلي في صدارة المشهد دائما وبكل جدارة واستحقاق. ثم تبقى مسيرة الأهلي الكروية التي تحظى بالاهتمام الأكبر من الملايين من عشاق الأهلي في كل ربوع العالم، تبقى محط اهتمام خاص للغاية من مجلس إدارة النادي بقيادة كابتن محمود الخطيب. فتجاوز الأهلي كل التحديات وحصد بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي، محققا أرقاما قياسية غير مسبوقة جماعية للفريق ككل وفردية على مستوى اللاعبين الذين يتقدمهم محمد الشناوي في موسم للتاريخ. ووصل الفريق إلى قبل نهائي دور الأبطال بعين النسر الأهلاوي المتجه بقوة نحو البطولة مهما كانت صعوبة الظروف وحساسية الملابسات. وكعادته انتصر مجلس الأهلي لقيم ومبادئ النادي وأخلاقياته، فكان الحزم والحسم في التعامل مع كل الملفات الداخلية، ثم كان الحسم والحزم الأكبر في مواجهة أي محاولة من شأنها الإجهاز على رموز الأهلي وثوابته. لم يغض المجلس الطرف ولم يؤثر الصمت، بل واجه بكل صرامة مطالبا كافة الجهات المختصة بضرورة وضع نقاط الانضباط فوق حروف الأخلاق ترسيخا لثوابت الرياضة وأخلاقياتها، رافضا انفلات الزمام من أي شخص كان، رافعا شعار لا تراجع أبدا أمام أي تجاوز مهما كان حجمه وأيا كان مصدره. عجلة عمل تدور على كافة الأصعدة دون توقف، وإذا كان الأمس يشهد بفكرة واليوم يؤكدها واقع، فإن غدا به الكثير والكثير، فالحلم الأهلاوي حتما بلا حدود. عن مزيد الملامح في هذا الحلم الكبير وكيف بدأت المسيرة وكيف سيكون المسير، المحاسب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يكشف الستار عن رحلة نجاح تمت في صمت كبير ولا يزال بها كثير التفاصيل في هذا الحوار المرتقب على شاشة الأهلي.